بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة الأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قد رحمه الله تعالى عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بالله إلى آخر الحديث على ما سوف يأتي. هذا الحديث في أورده المصنف رحمه الله عبد الغني المقدسي في تحت باب في المذي وغيره من كتاب الطهارة، من كتاب عمدة الأحكام. وسبق هذا الحديث حديثان تكلمنا عنهما في الجلسة الماضية، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وإلى البخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. والحديث الثاني حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديثان سبق الكلام عليهما، ولا مانع أن نوجز ما قيل في ذلك سابقا. الأول حديث علي رضي الله عنه حينما قال: كنت رجلا مذاء. طبعا المذي معروف، وهو سائل رقيق يخرج عند الشهوة وهو غير المني. طبعا هي الذي يخرج من القبل والدبر أربعة أنواع: البول والمذي والمني والودي. البول معروف، أو البول والودي، هذه مع مخرج البول. البول معروف، والودي هو الأبيض أو
يعني يخرج مع البول، يعني كان فيه مواد، وهو معروف يعني قد يكون في آخر البول وقد يكون في أول البول، أليس من العلماء ودي. أما المذي المني معروف يخرج دفقا بلذة عند الجماع أو الاحتلام، وهو معروف. المذي وهو الذي في حديث الباب، هذا السائل الرقيق، سائل رقيق يخرج عند الشهوة، عند الشهوة وعند تحرك الشهوة، وهو في الرجل والمرأة، المذي والمني كذلك في الرجل والمرأة، والبول والودي والبول في الرجل والمرأة. فالمذي يخرج عند تحرك الشهوة وهو سائل رقيق وهو نجس. وعلي رضي الله عنه يقول يا رسول الله، يقول له إني كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، كثير المذي. يقول فاستحييت، وهذا من أدب، وخاصة ليقول لمكان ابنته، لأنه زوج فاطمة رضي الله عنها، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول استحييت، وهذا من أدب يا أخواني، وخاصة مع الأقارب والأرحام. يعني ينبغي أن يكون مؤدبا مع الناس كلهم ومع الأرحام أكثر. وأحيانا يعني قد يتجرأ الإنسان على أقاربه أكثر، وهذا لا ينبغي، ولا سيما في مثل هذا المواطن، مواطن الشهوة، مواطن الفراش، مواطن الحديث الرجل مع امرأته، هذا لا ينبغي أن الإنسان يتساهل فيه، ولا سيما مع الأقارب، ولا سيما مع أيضا أرحامه. فمن أدب علي الرفيع رضي الله عنه قال استحييت، والحياء يكون مما يستحيى منه، من الأشياء التي يعني يكره الإنسان أن يعني إما من 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 ال يعني مما يخا مما يعاب أو مما يذم. الحياء يكون مما يعاب ومما يذم، لكن الحياء لا حياء في الدين، لا حياء في العلم، فالحياء هو مما يعاب ومما يذم، وهذا هو الضابط. ضابط الحياة هو مما يعاء أن الإنسان يستحي بيأين أو بيأين واحدة، وقد قل بهما في قوله إن الله لا يستحي من الحق، لا يستحي ولا يستحيي، وهذه القراءة المشهورة، إن الله لا يستحيي يأني. فالمقصود أن الحياة هو مما يعاب ومما يذم، أما ما لا يعاب ولا فلا حياء فيه. العلم لا حياء فيه، السؤال عن الدين لا حياء فيه. فعلي رضي الله عنه من أدبه الرفيع يقول استحييت أني أسأل عن المذي وأنا زوج ابنته. يقول فأمرت المقداد بالأسود فسأله، وقلنا في الجلسة الماضية هل كان علي رضي الله عنه حاضرا حين السؤال، بحيث ان المقداد لم يذكر من هو صاحب المشكله، او ان علي لم يكن حاضرا. هذا على كل حال اثاره اهل العلم في شرحهم للحديث، هو ما يستنبط من الحديث. قال فامرت المقداد الاسود فساله، فقال الحكم يغسل ذكره ويتوضا. هذا هو، اذا خرج المذي الانسان لانه نجس، نجس وينتقض به الوضوء، فيغسل ذكره. هل يغسل رأس الذكر مع أصابعه أو يغسل جميع الذكر؟ المذهب عندنا يغسل جميع الذكر، والعلماء قالوا يغسل ما أصابه، يعني رأس الذكر، وإن كان أصاب البدن الفخذ أو أصاب الملابس لابد من غسله. المقصود أنه يغسله ثم يتوضأ، واغسل ذكرك وتوضأ. أيضا أثار العلماء اغسل ذكرك وتوضأ، هل هذا يقضي ترتيب أم لا؟ بمعنى هل يمكن أن الإنسان يتوضأ قبل أن يستنجي؟ المعروف أنه يستنجي أولا ثم يتوضأ، لكن لو توضأ قبل أن يستنجي، بمعنى أنه توضأ ثم أراد أن يغسل أثر يزيل أثر ما خرج من القبل أو الدبر، سواء كان بولا أو غائطا، فالحديث العلماء قالوا انه قال اغسل ذكرك وتوضأ، ولم يقل توضأ ثم، ولم يقل اغسل ذكرك ثم توضأ،
فلهذا بعض العلماء قال لا مانع أن يكون الاستنجاء بعد الوضوء، لكن على أن لا يمس ذكره، بمعنى يستنجي من وراء حائل، يستنجي من وراء حائل. ثم قال وانضح فرجك، اغسل ذكر وانضح فرجك. النضح طبعا سيأتي معنا بعد قليل في كلام على به الغلام، سيأتي معنا في الحديث اللي حديث اليوم نتكلم إن شاء الله عن النضح ومعنى النضح. الحديث الثاني الذي سبق هو حديث عباد بن تميم قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال شوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء إلى آخره. قلنا إن هذا الحديث هو من قواعد، يعني يدل على قاعدة عظيمة من قواعد الفقه. هذا الحديث يعني العلماء استخرجوا فوائد عظيمة، ومن أعظم استخرجوا منه أنه أعطى قاعدة كبيرة في الفقه، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. فهذا حينما قال شكي بالبناء لما لم يسمى فاعله، وقالوا أن الشاكي هنا هو الراوي هو عبد الله بن زيد هو الشاكي، لكن هنا يعني أخفى نفسه إما أدبا وإما حياء. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء، أيضا هذا من الأدب، قال الشيء ولم يذكر المقصود اللي في البطن، يجد الشيء يعني القرقرة في بطنه، قرقرة يجدها، فقال يخيل إليه أنه يجد الشيء، فلم يقل بلغ ولا غائط ولم يقل ريح ولم يقل فساق ولا ضراط، إنما من الأدب أنه قال الشيء، وهذا من الأدب. فما دام الإنسان يعني لا يحتاج إلى التصريح فلا يصرح، ما دام أن الكناية تكفي فهذا أدب، أما إذا احتاج تصريح فلا يصرح. ولهذا الأنصارية سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن 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 ماء المرأة، حتى قال أم سلمة فضحت النساء. فأحيانا إذا احتاج يسأل بصريح لا مانع، إذا كان يحتاج يسأل يستفتي عن شيء من أجل أن يفقه في أمور دينه، فهذا لا حياء فيه، لا حياء في الدين ولا حياء في العلم. أما إذا كان سأل لا يحتاج أن صرح لا ينبغي أن صرح، يلتزم الأدب. هنا ما احتاج يصرح، ولهذا قال يجد الشيء ولم يصرح بما في البطن، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بمعنى الإنسان إذا كان هو طبعا الحديث قال يجد الشيء في الصلاة، يعني كان وهو داخل في الصلاة، العلماء قالوا لا، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، بمعنى أنه توضأ ثم شك هل انتقض وضوءه أو لا. نقول ما دام أن الأصل هي الطهارة فأنت تبني على اليقين، اليقين هو الطهارة، اليقين هو أنك متطهر. مثلا صليت الفجر و استمرت مستيقظا وتعملت، فلما جاء بعد طلوع الشمس قلت أريد أن أصلي الضحى ولا أدري هل انتقض وضوئي أم لم ينتقض، لكني أنا توضأت لصلاة الصبح. نقول أنت إذن أنت على وضوئك، ما دام أنك لم تتيقن شيئا ينقضه من نوم أو خارج من القبلة أو الدبر فأنت على الوضوء. بخلاف العكس، لو إنسان استيقظ من النوم وبقي مستيقظا نصف ساعة وساعة ثم قال أنا ما أدري هل أنا توضأت أم لم أتوضأ، هو مستيقظ متيقن أنه قد قام من النوم، لكنه غير متيقن هل هو توضأ أو لا. نقول اليقين أنك لست على وضوء، اليقين أنك لم تكن توضي، إذا عليك أن تتوضأ، عليك أن تتوضأ، هذا معنى اليقين لا يزول بالشك. ومثله طبعا في ركعة الصلاة، في أشواط الطواف، في عدد الطلاق، في كثير من
في الأيمان، في النذور، في غيرها، كلها كثير منها يعني تأخذ على هذه القاعدة. بل العلماء ألفوا كتبا كاملة في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بمعنى لا ينصرف حتى يتيقن. واليقين يكون بالسماع بالأذن أو بالشم بالأنف أو بغيرها، طبعا قد يكون بغير ذلك، قد يكون بالبلل، قد يكون ما لم يكن وسواس طبعا، أو فالمقصود أن الإنسان يدرك يعرف اليقين بحواسه الخمسة والست. الحديث اليوم هو حديث أم قيس، قال عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره أو في حجره بفتح الحاء وكسرها، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على بوله ولم يغسله. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. أم قيس بنت محصن الأسدية هذه هي أخت عكاشة بن محصن، هي أخت عكاشة بن محصن، وهي من المهاجرات. وليس لها في الصحيحين غير هذا الحديث، ليس لها في الصحيحين غير هذا الحديث، ولكن لها وحديث آخر في الطب، هذا الحديث وحديث آخر في الطب، وكلها بشأن ابنها هذا، كل الحديثين كلا الحديثين بشأن ابنها هذا. وروت في غير الصحيحين 24 حديثا، روت في غير الصحيحين 24 حديثا، وهي كما قلنا أم عكاشة، أخت عكاشة بن محصن الأسدي. وعكاشة معلوم أنه هو الذي يعني قال رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم فهو من أهل الجنة. عكاشة شهد له النبي أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. ونحن نقول في معتقد أهل السنة والجماعة أننا لا نجزم ولا نقطع لأحد من لمسلم بجنة أو نار، وإنما نخاف على المسيء ونرجو للمحسن. لكن الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإن نشهد لهم، كالعشرة المبشرين والخلفاء الراشدين وعكاشة بن محصن وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم الذين أخبر النبي أنه في الجنة، وخديجة رضي الله عنها، فالذين أخبر أنهم في الجنة هم في الجنة، ومنهم عكاشة أخو أم قيس. قال عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. ما معنى لم يأكل الطعام؟ بمعنى أنه لم يكن غذاؤه الرئيسي الطعام، بمعنى اغتذاؤه باللبن، وهذا غالبا يكون في الأشهر الأولى، في الأشهر الأولى. فالغلام الذي لم يأكل الطعام الذكر الولد يكون يعني إذا وقع البول منه على ثوب أحد أو على بدن فإنه يكفي فيه النضح، وسوف نتكلم عن معنى النضح. المقصود أن الغلام إذا كان لم يأكل الطعام فإنه يكتفى به بالنضح. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا بد من الغسل، لكن غسل خفيف. وأما الجارية لا، الجارية يغسل غسل، والغلام إذا صار يأكل الطعام يغسل غسل كسائر النجاسات. وذكر علماء التخفيف، سبب التخفيف بول الغلام، قالوا لأنه يعني يكثر حمله، وقيل إن تركيب بوله وهو صغير يختلف عن تركيبه إذا كبر، وقد يكون هذا يعني هذا يحتاج إلى قول أهل الطب، بمعنى أن تركيب بوله يختلف ويكون أخف من تركيب بول
أو مكونات بول الكبير، والجاري لا يختلف. وهذا يحتاج إلى قول أهل الاختصاص، هذا ليس من كلام الفقهاء، أو لا يرجع إن صح فإنه لا يرجع فيه إلى الفقهاء، وإذا ما يرجع فيه إلى الخبراء من الأطباء ونحوهم. قال: أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس متكبرا، والصحابة يأتون بأولادهم وأطفالهم ليحنكهم ويقرأ عليهم ويتبركون به عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يستقبلهم، فهو شفوق ورفيق بأمته عليه الصلاة والسلام، وهو على كما قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا من خلق عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ينبغي يا إخواني، ينبغي الإنسان يكون على خلق، وأن يرفق بالصغار وخاصة مع أقاربه، ينبغي أن يكون رفيقا وأن يكون هينا وليا ويستقبلهم ويكون بشوشا معهم جميعا ولا سيما مع الأطفال. فهذا من خلق الإسلام ومن أدب الإسلام الرفيع. قال: فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، الطفل صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستكره ولم يستنكر ولم يزجر ولم يتحدث ولم يصدر منه أي رد فعل يدل على يعني غضبه أو على استكراهه أو على اشمئزازه، وإنما دعا بماء فنضحه. قال العلماء: النضح والرش، النضح هو الرش أو المكاثرة بالرش من غير أن يغمره بالماء، من غير أن يغمره بالماء، أو بمعنى أنه لا يحتاج إلى عصر، بحيث يصير بمعنى لا يصير الماء كثيفا بحيث تحتاج فيه إلى عصر، هذا هو النضح. ويطلق النضح على الغسل أيضا، يعني النضح يطلق على الغسل ويطلق على هذه الصورة اللي هو الرش الخفيف، كما أنه يطلق على النضح على الغسل، لكن المقصود هنا النضح لا، اللي هو الرش الخفيف. ولهذا قال: فنضحه على ثوبه ولم يغسله، مما يدل على أن النضح أخف من الغسل، ولهذا أتى بالفعلين ليدل أحدهما على الآخر. ولهذا قال: فنضحه على ثوبه ولم يغسله، مما يدل أن هنا يفترق النضح. وهذا في رد على أبي حنيفة رحمه الله حينما قال ولم يغسله، دل على أن النضح أخف من الغسل، ولكن كما قلنا هي مكاثرة بحيث إنه لا يصل إلى درجة السيلان أو لا يصل إلى درجة العصر. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي فبان على ثوبه، قد يكون هو ابن أم قيس وقد يكون غيره، أوتي بصبي فبان على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه إياه ولم يغسله، بأن مجرد صب عليه أو رش عليه رشا خفيفا ولم يغسله، بمعنى ما يحتاج إلى مزيد من الماء بحيث يكون يسيل أو بحيث يكون يحتاج إلى عصر. إذن هذا لأن الشيخ في الترجمة قال: باب المذي وغيره، باب المذي وغيره، بمعنى أنه المذي وغيره، وهذا من بمعنى الكلام على بول الصبي والكلام على الخروج الريح كما مر في الحديث السابق، وسوف يأتي الحديث الآخر الذي بعد هذا. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. أيضا هذا حديث من حديث الباب، وحديث أنس أن قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد
الأعرابي هو طبعا من البادية، نسبة إلى الجمع أعرابي، وما أدري طبعا مفرده، لكن ما لا يمكن أن يكون مفرده عربي، فالأعرابي غير العربي. العربي إما أن يقال العربي هو كل ولد إسماعيل عليه السلام هم العرب، والعربي أو أن كل من تكلم العربية هو عربي. لماذا؟ لأن العربي ليس قبيلة، وهذا ملحظ ينبغي أن يعتنى به. العربي ليس قبيلة، فالانتساب العربي ليس انتساب إلى 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 عربي إلى إلى نسب، إلا إذا قلنا أن العرب هم أبناء إسماعيل فهم انتسبوا إلى إسماعيل، وإسماعيل واسع. بينما العرب الذين وجد في النبي هم قريش وهذيل وتميم إلى آخره، والقبائل العربية الموجودة الآن. وهذا يبدو لي يحتاج إلى تأمل، وهو يفيد أن العربية نسبة إلى اللسان، إلى اللغة، وليس نسبة لا إلى الأرض ولا إلى القبيلة. وهذا يحتاج تأمل كبير. عربي فهو ليس قبيلة، وليس إلى مكان أرض مثلا، وإنما بالنسبة إلى اللسان، لسان عربي مبين. وفي حديث لكن ضعيف: من تكلم عربية فهو عربي، من تكلم العربية هو عربي. لكن قد يفيد هذا الحديث في معنى من أو يستفاد معنى هذا الحديث من قوله سبحانه: وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقوم النبي والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للثقلين، مبعوث للعالمين، مبعوث للناس كافة. ولا تقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فقوم النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط قريش أو العرب، قوم النبي هم من بعث فيهم أو من بعث لهم. فإذن من تكلم العربية فهو داخل في وما أرسل برسول إلا بلسان قومه. وعلى كل حال هذا يحتاج إلى تأمل ونظر، ويحتاج لكم يعني تبحثوا فيه، لأنه يبدو لي مهم، النظر فيه مهم. أما الأعرابي فهو البادية يقابله الحاضرة. الأعرابي هو من البادية، وغالبا الأعراب عندهم جفاء، وهذا معروف، الأعراب عندهم جفاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعرب بعد الهجرة، نهى عن التعرب بعد الهجرة، بمعنى الأعراب إذا هاجروا واستوطنوا المدن لا ينبغي أن لأن الحضارة والمدن مطلوبة ومرغوب فيها، لأن الحضارة والمدن فيها أدب وفيها ثقافة وفيها يعني أصول مدنية ينبغي أن تراعى. بينما الأعراب جفاء، حينما يقول أعراب ليس فقط أعراب الأعراب العرب، حتى أعراب الدول الأخرى. أي إنسان لا يعيش في المدن فهو أعرابي، بمعنى خارج عن الصحراء والبرية وعدم استقرار.
فالمدن والاستقرار فيها مطلوب، لأنها تمثل الأدب وتمثل الهدوء وتمثل التعلم وتمثل الكثير من 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 الأخلاقيات التي لا تتوفر إلا حينما يستقر الإنسان في مدينة ويعيش عيشة مدنية. لا مانع أن نشير، وإن كان في قوله صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن أمارات الساعة، قال: وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه من علامات الساعة. طبعا هذا ليس سبا ولا نقدا للعرب لذواتهم، لا، إنما إشارة إلى تقلص البداوة وكثرة التحضر. وهذا هو المشاهد الآن، قلت يعني الحياة البدوية والحياة الصحراء قلت جدا، حتى الذين يعيشون في الصحراء متمدنون غالبا، وسائل المدنية وصلتهم من التعلم ومن التهذب ومن يعني أخلاقيات المدنية. ففي قوله صلى الله عليه وسلم ترى الحفاة العراة، وليس سبا لهم، إنما حفاة عراة لأنهم ما كانوا يجدون، فأغدق الله عليهم وتحولت البشرية في الجملة إلى حضارة. فعلا الآن قل كثيرا التبدي اللي هو البادية، تبدي والتعرب قل، ليس عند العرب، عند الأقطار كلها. فالتحضر أنشأ البنيان وأنشأ المدنية وأنشأ التطاول في البنيان، بمعنى انتشار الحضارة. فهو ليس سبا للبادية، وليس سبا ولا مدحا. لماذا؟ لأن يا أخواني، وهذه مهمة جدا، ذكر العلامات والصفات سواء للأزمان أو للأشخاص لا يدل لا على مدح ولا ذم، لا يفهم منه مدح ولا يؤخذ منه أحكام. حينما قال في الخوارج سيماهم التحليق، هذا لا يعطي حكم أن التحليق مستحب ولا مكروه ولا حرام، إنما هذا سيماهم، وهذا لا يعني أن لا يوجد في غيرهم التحليق، ولا يعني أن ما دام هذا سيماهم فالتحليق حرام أو أنه واجب أو مستحب، لا. فذكر العلامات للشيء لا يدل على أن لا يؤخذ من حكم لا بالتحريم ولا بالتحليل ولا بالمدح ولا بالذم، إنما يؤخذ الحكم من دليل آخر، يؤخذ الحكم من دليل آخر. كذلك حينما قال يتطاولون في البنيان، هذا لا يعني مدح ولا ذم للبنيان تطاول فيه، إنما التطاول والمدح يؤخذ من أحاديث أخرى، إنما هو يذكر علامة من أشراط الساعة أنه ترى الحفاة العراة الآن رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، بينما نتلمس الحكم وما حكمه، هل هو مطلوب غير مطلوب، مستحب مكروه، واجب حرام، نأخذه من أدلة أخرى. هذا ينبغي أن يتأمل فيه. فقال: جاء عربي، وكما قلنا عربي نسبة للجمع أعراب، كأنصار أنصاري نسبة للجمع، وأنمار نسبة لل، بمعنى أن والنسبة للجمع موجودة في 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 في, في العربية كثير. قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد بناحية، وهذا من جفائه، أدركه البول فذهب إلى زاوية فبال،
فزجره الناس، بمعنى أنهم رأوا أن هذا منكر، أن الصحابة يعني، فزجره الناس بمعنى رأوا أنه منكر وينبغي أن ينكروا عليه، فنهاهم أن يصلوا. وهذا من خلق عليه الصلاة والسلام، ومن يعني حسن تعليمه. واستنبط العلماء في هذا حديث فوائد كثيرة، منها مثلا وهم من أهمها قالوا يدل على أنه ترتكب المفسدة الأدنى في مقابل لدرء المفسدة الكبرى، وهنا مفسدة أو أكثر. المفسدة الأولى أنه لو زجروه قد يقوم ويلوث نفسه وتزداد بقعة البول، هذه مفسدة أكبر. المفسدة الأكبر هو قد يتضرر هو، وابن آدم مكرم، فلو زجر قد يضره حبس البول ويتأثر أيضا هذا الاتقاء. فمفسدة البول في المسجد أسهل من أن يتضرر المسلم أو يتضرر ابن آدم. ولهذا نهاهم النبي قال لا تزرموه، في الحديث الآخر لا تزرموه، بمعنى لا تعجلوه في بوله، دعوه، وفي الأخرى دعوه حتى أتم بوله. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال أتوا بذنوب ماء، الذنوب هو الدلو، الدلو المليء، الدلو الكبير المليء، إذا لم يكن فيه ماء لا يسمى ذنوب، لا يسمى الذنوب إلا إذا كان فيه ماء فممتلئ، وغالبا الدلو كبير. فصبه عليه، مجرد صب، ولا أزال التراب ولا حجر ولا حجر، وإنما صب، وهذا كافي. فلو حصل فعلا بول في مسجد، سواء بول آدمي أو حتى بول غير آدمي، صب عليه، فالأرض طهارتها بأن تصب عليها، خاصة إذا كان تراب. أما إذا كان مبلط لا، هذا يغسل، معروف البلاط قد يكون تنظيفه أسهل، البلاط مثلا والأرض المبلطة أو الصلبة قد يكون تنظيفه، خاصة الحجرية تنظيفه أسهل، لكن الرملية تشرب الماء، صبها يكفي. ويكون نقطع قطع أن البول موجود، لكن الماء هذا كافي، المكاثرة بالماء كافي. فطبعا من الحديث أنه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا هذا إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما لذكر الله والصلاة. فالأعرابي أيضا يعني من 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 إعجابه ورضاه عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. فمن يعني من لطف النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلا الأعرابي دعا بهذا الدعاء بأدب، وناداه برفق وقال له إنها لم تبنى لهذا، وإنما لذكر الله والصلاة. المقصود أن إذا حصل نجاسة على الأرض فإنها يكفي أن يصب عليها الماء، ولا يتكلف أن يشيل التراب ولا يزيله، أو إنما بمقدار الذنوب والماء، بمقدار الماء يعني معقول، كمية معقولة، و يصبها وهذا كافي، وتكون بهذا الأرض طاهرة بحيث أنه يصلى عليها ويزول أثر النجاسة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس:
الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط. الأباط عندك الإبط ولا أباط؟ إبط. الأبط الإبط. أنا عندي أباط الجمع. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس. كما قلنا الباب هو باب المذي وغيره. المذي وهذا من جملة الأحكام التي أوردها لأن قلنا أن الماء الباب هو في نواقض الوضوء وسنن نواقض الوضوء وسنن الفطرة. نواقض الوضوء وسنن الفطرة هذه سنن الفطرة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس. الفطرة تطلق بأربع إطلاقات. تطلق على الخلق أو يعني خلق الله الحمد لله فاطر السماوات والله الذي فطرهن يعني خلقهن. وتطلق على الجبلة جبلة البشرية طبيعة الإنسان الخلقة الجبلة. وتطلق على السنة. وتطلق على زكاة الفطر. زكاة الفطر تسمى فطرة. إذن عندنا أربع إطلاقات إما بمعنى خلق الله فهو فاطر السماوات والأرض وفاطر كل المخلوقات. وتطلق على الجبلة الطبع الإنساني. وتطلق على السنة أيضا. وتطلق على زكاة الفطر. الغالب أن المرض هنا الجبلة. الجبلة بمعنى الفطرة السوية. التي فطر الله الناس عليها الخلقة السوية. من قبل أن تأتي الشياطين وتجتال الإنسان. ولهذا لوط عليه السلام قال لقومه بل أنتم قوم عادون. والرجل قال في والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم فما نبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فما خرج عن الفطرة المراد في هذا. ومع الأسف يا أخواني مع الأسف في وقت الحاضر تجاوز عجيب للفطرة السوية بل مقصود كما يقال مقصود الإفساد الناس سواء فيما يتعلق طبيعة الرجل طبيعة المرأة. يعني في 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 فيه يعني 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 زخم إعلامي كبير جدا أقصد الإعلام الخارجي واستهداف عجيب في إفساد الناس بمعنى إفساد الفطرة. إفساد الفطرة يكفيكم ما نسأل الله السلامة ما يسمى بالمثليين هو اللي واضح طبعا فاحشة. هذا مثل فاحشة الله عز وجل سماها فواحش. إن الله لا يأمر الفحشاء الشيطان يعيدكم فقرا ويأمركم بالفحشاء. فكل ما خالف فطرة فهو فحشاء. فالفطرة هي الخلقة السوية الجبلة السوية التي على الذي يعني التي فطر الله عليها العقلاء فطر عليها الإنسان السوي. أما التوجه على سف الزخم الشديد على إفساد الناس في 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 في, في سواء في الرجال في النساء ما يسمى سوية ما يسوى حتى كل العلاقات الجميلة بين الرجال والنساء يفسدونها إفساد تاما. هذا كله خلاف الفطرة. وما كان خلال الفترة فإنه مفسد
مآل الفساد، فساد الدنيا، فساد البيوت، أو حتى بالتعبير الشعبي خراب البيوت، خراب البيوت، خراب المجتمع، خراب الناس، سواء في 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 في, في كل في الزنا، في اللواط، في في الأخلاقيات، في هذه كلها مجاوزة للفطرة. فقال الفطرة خمسون. طبعا من حيث البيان العربي والبيان البلاغي، الفطرة قد يفهم من الحصر، الفطرة والألف واللام قد تفيد الحصر، وهذا من أيضا من معاني الألف واللام، أو تفيد الاستغراق، الألف واللام قد تفيد الاستغراق أو تفيد الجز كما معلوم، لكن ليس المراد هنا الحصر. لماذا؟ لأنه جاء حديث الفطرة عشرون، فليست محصورة في الخمس، لكن هذه منها. الختان، فالختان من الفطرة، أيضا يعني الآن بدالي الختان، لو قلنا الفطرة مجرد بقاء الإنسان على ما هو عليه، كان عدم الختان هو الفطرة، كان عدم الختان هو الفطرة، لأنه بقاء الشيء على ما كان، ليست الفطرة بقاء الشيء على ما كان، لا، الفطرة هو فعلا ما فطر الله الناس عليها من 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 الجبل الحسنة. ولهذا قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء، هذه الفطرة، فاجتلتهم الشياطين. فإذا إزالة القلفة في الختان من الفطرة، والختان معروف للذكر والأنثى، وهو في النساء مكرمة، وفي الرجال قال واجب، ويكون يعني وجوبه عند البلوغ، لكن جاءت عند الناس، وهذا أحسن، أنهم يختلونهم وهم صغار، وهذا أحسن وأرفق، وإلا لا يجب إلا إذا برز كمكلف يجب عليه، لكن عادة المسلمون يعني اعتادوا أن يجروا الختان في الصغر، وهذا أحسن. الختان والاستحداد، الاستحداد هو إزالة حلق، هو حلق العانة، وهو الشعر الذي في القبل، والاستحداد بمعنى الحديدة، الموسى، فالاستحداد بمعنى استعمال الحديد، الألف والسين هذه والتاء لتفيد لها معاني، منها الاستعمال بمعنى العمل، استحداد بمعنى استعمال الحديد، وهذا طبعا من الأدب أيضا أن يعبر عن حلق العانة بالاستحداد، والعانة في الرجل والمرأة، فمن السنة الاستحداد، ولا يتركه كثيرا حتى قبل 40 يوم لا يزيد. وقص الشارب أيضا من الفطرة، قص الشارب طبعا جاء في قفص وجاء الحف، وهنا قص، القص غالبا غير الحلق، القص غير الحلق، لكن جاء الحف، الحف يعني اختلف العلماء في تفسيره، فقيل أنه أخذ الأطراف، حف الشوارب التي تصل إلى الفم بحيث الشفة والأطراف، لكن جاء أنهكوا، جاء أعفوا اللحى وأنهكوا الشعر، فالإنهاك مبالغة في الحلق أو مبالغة في القص. على كل حال السنة هو القص، لكن الحلق بالموسى بعض العلماء كرهه، وأظن الإمام مالك يقول إنه مثله، الإمام مالك يقول إنه مثله، وإنما يبقيه الرسول، كان له شارب، الرسول ما كان يحلق شاربه بالموسى، وإنما كان يقصه قصا، فقص الشارب من الفطرة. وتقليم الأظافر كذلك أيضا من الفطرة، سنة ومستحب طبعا، ليس واجبا، لكن لا ينبغي أن يكون طويلا، لأمر الأول تشويه، والأمر الثاني أيضا يعني قد يمنع وصول الماء في الوضوء إلى البشرة، وأيضا يحمل أوساخ كما هو معلوم، ولهذا السنة قصه.
ونتف الأباط. الأباط معروف هو الشعر الذي تحت اليد العضد بين العضد والجنب، هو الأبيض. ونتفه السنة، لكن الذي لا يستطيع لما أن يحلقه أو يزيله بالنورة أو يزيله بأي مزيل، هذا كله من المستحبات. ولهذا خمس العدد كما قلنا لا مفهوم له، وإنما جاء في الحديث عشر وجاء غيرها. وعموما حينما تنظر في هذه المطلوبات الشرعية، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليد الأظافر ونتف الأبط، يدلك على 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 يعني ما 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 جاء به هذا الدين العظيم وهذا الدين الكامل من الأمر بتحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للنفس عن بعد عن المستقذرات، والحرص على على أن يكون الإنسان على الفطرة. هذا هو الذي ينبغي، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.